أعزائي طلاب الشعبة المعمارية تخصص أعمال البناء، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتميز في بيتنا مدرسة. أحب في بداية حلقتنا النهاردة أرحب بشباب في برنامجكم المتميز مدرسة على الهواء. أحب أرحب بكم في بداية العام الدراسي الجديد، وأتمنى من الله أن يحفظ شبابنا جميعا من كل سوء، وأن يكلل مجهودكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله في بداية حلقتنا مع بعض هنتكلم النهاردة إن شاء الله في سلسلة مادة تخطيط وإدارة إنتاج مع طلبة الدبلوم شعبة المعمارية تخصص البناء. تعال مع بعض النهاردة هنتكلم ونشوف العناصر اللي إحنا هنتكلم عليها في حلقتنا النهاردة. تعالى مع بعض كده، تخطيط وإدارة إنتاج أعمال البناء. واحد، حساب الكميات. العنصر الثاني، أنواع حساب الكميات. ثلاثة، تمارين حساب التسميم. يبقى الثلاث عناصر دي النهاردة إن شاء الله هنتكلم عنهم في حلقتنا النهاردة. هنمسك أول عنصر النهاردة إن شاء الله اللي هو حساب الكميات. طب تعالى قبل ما نبدأ في حلقتنا أو في موضوعنا النهاردة، يعني إيه مادة التخطيط يا شباب؟ وعايزين نعرف إمتى بتبدأ مرحلة التخطيط وإدارة الإنتاج؟ بعد ما المالك بيبدأ يفكر إن هو يروح يعمل مثلا المشروع بتاعه، أو عنده حتة الأرض وعايز يبني عليها المشروع بتاعه، مثلا فيلا أو مصنع أو شركة، أيا كان مثلا نوع المشروع بتاعه. تمام، بيبدأ يروح للمهندس المالك بتاعه اللي هو التابع ليه، ويقول له مثلا الفكرة بتاعته، العناصر بتاعتها ايه، مكوناتها ايه. يبدأ المهندس المالك يبدأ يحسب له ويفكر له في يعمل له الرسومات. الرسومات ديت بتبقى 3 لوح، عبارة عن مسقط افقي وقطاع رأسي والوجهات، الواجهة الأمامية او الواجهة الجانبية او الواجهة الخلفية. بيرسم مجموعة الرسومات ديت يا شباب، وبعد ما بيرسم الرسومات ديت عايز يحسب بقى ايه تكلفة الايه المشروع دوت، هيكلفني قد ايه، هل المشروع بتاعي دوت ولا هتوقفني مثلا عند مرحلة معينة وابدأ بعد كده اكمل. بعد كده هوت المهندس ده بعد ما بيخلص مرحلة الرسومات والمالك بيوافق على الرسومات ديت وبيمضي له عليها، تمام، ان هو موافق على هذه على الرسومات التنفيذية دي، يبدأ بقى المرحلة الجديدة او المرحلة التانية، يبدأ يعمل له ايه، يبدأ يعمل له جداول كميات اللي هي مرحلة التخطيط وإدارة الإنتاج. طيب المادة بتاعتنا ديت يا شباب بتنقسم الى 3 اجزاء، ايه هم؟ اول حاجة في عندي جزء تسمين، في عندي جزء كميات، في عندي جزء مواصفات وعطاءات، في عندي في الامتحان في المادة بتاعتنا. تمام، اول والامتحان بتاعنا بيجي على عبارة عن 3 اجزاء، ايه هم؟ اول حاجة في جزء كميات او جزء تسمين، ماشي، العكس يعني جزء تسمين جزء ليه جزء عطاءات مثلا، جزء تسمين وكميات مع بعض حسب ما بيجيب لي الايه الامتحان بتاعي او المشروع. تعال نمسك اول جزء في حلقتنا النهارده وفي مادتنا النهارده اللي هو جزء التسمين وحساب الخامات. جزء التسمين وحساب الايه الخامات، الماده ديت بتاعتنا يا شباب عليها 60 درجه احنا محتاجينها، عايزين ناخد الماده من بدايتها مجهود وتعب لان فيها شغل وفيها يعني افكار كتير. تمام، فنيجي نبص دوت اول حاجه للمقايسه بتاعتنا، او اللي هي بعد ما الباشمهندس اللي هو المهندس المالك بعد ما بيعمل لي الرسومات بننتقل للمرحله الثانيه اللي هي عباره عن حساب الكميات لبنود الاعمال. بنود الاعمال ديت عندي عباره عن ايه؟ بند الحفر، بند مثلا الخرسانه العاديه، بند الخرسانه المسلحه، عندي بند المباني، عندي مثلا بند الطبقه العازله، في عندي بند البلاط، عندي بند النجاره، كل ديت مجموعه البنود، تمام؟ اللي هيتم تنفيذها في المشروع بتاعي. طيب نيجي بعد جدوات يا باشمهندس بيحسب لي كميه البنود ديت في جدول اسمه جدول الكميات، اسمه جدول ايه؟ جدول الكميات.
طيب بعد ما بيخلص الجدول الكميات ديت ويحسب لي كمية كل بند من البنود دي على حدة، كل بند لوحده تمام، بيجي بعد كده هو يقول لي هسعر لك او اتمن لك اللي كل بند دوت تكلفته قد ايه، عشان تبقى انت عارف كل بند هيكلفك قد ايه. وبعد كده هو يجمع لي كل البنود ديت مع بعض تمام، ويجيب لي المجموع بتاع تكلفة المشروع كله اللي هو عبارة عن ايه، ناتج مجموع البنود الاعمال كلها مرة واحدة اللي هو الاجمالي بتاع المشروع. طب تعال نشوف مع بعض كده هو اول عنصر في درسنا النهاردة وفي حلقتنا النهاردة اللي هو ايه، الكميات. تعال مع بعض، حساب الكميات. ايه هي حساب الكميات؟ قلت لك في بدايه حلقتي تمام، في بدايه حلقتنا النهارده، حساب الكميات ديت يا شباب عباره عن ايه؟ عباره عن عمليات حسابيه، ضرب طرح اسم جمع. كل العمليات الحسابيه ديت يا شباب بتتعمل لمجموعه من البنود عشان اوصل للايه؟ للكميات بتاعتي. يبقى لما يجي مثلا سؤال ويقول لي اذكر او عرف حساب الكميات او ما المقصود بحساب الكميات، هنروح ردين عليه ونقول له عبارة عن ناتج العمليات الحسابية للاعمال المطلوب تنفيذها. يبقى كل بند من البنود اللي هيتم تنفيذها زي ما قلنا، بند الحفر او بند المباني، بند الخرسانة، بند النجارة، كل الكلام ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق عمليات حسابية تمام؟ من واقع ايه؟ من واقع المقاسات المحدده طبقا للرسومات اللي هو المهندس الملك عملها، اللي هو احنا قلنا عليها في بدايه الحلقه ايه؟ الثلاث رسومات التنفيذيه اللي هو عباره عن مسقط افقي، القطاع الراسي، والايه؟ وعندي الواجهات. طب تيجي بعد كده اهو تنقسم اعمال المقايسه الى نوعين. قبل ما نتكلم عليها عاوزين نبسطها كده عشان ايه؟ شبابنا يبقى عارف تمام؟ المقايسه ديت بتنقسم الى نوعين، ايه هما؟ اول حاجه مقايسه تسمينيه، وعندي مقايسه كميه، او مقايسه كميه مقايسه ايه تسمينيه. المقايسه الكميه ديت يا شباب اللي هي اول حاجه، اول مرحله في مرحله التخطيط. واحده واحده مع بعض كده ايه، عايزين نفهم يا استاذ. يبقى هنرجع تاني ونقول ايه، يبقى المقايسه الكميه ديت المرحله الثانيه تمام، بعد عمليه الايه، بعد عمليه الرسومات. رسمت، الخطوه اللي بعديها عملت حساب الكميات، حسبت الكميات ديت يا باشمهندس لكل بند من البنود تمام. بس خلي بالك المرحله ديت بتنقسم الى نص نوعين، هما المقايسه الكميه، في منها مقايسه كميه ابتدائيه ومقايسه كميه ختاميه. واحده واحده نرجع تاني، يبقى برضو بنركز عليه انواع المقايسه الكميه ايه هي. تنقسم المقايسه الكميه الى نوعين او نقط ونقط، مقايسه كميه ابتدائيه، مقايسه كميه ايه ختاميه. طب المقايسه الكميه الابتدائيه ديت عباره عن ايه؟ المقايسه الكميه الابتدائيه ديت اللي هي تم حصرها، تم عمليه العمليات الحسابيه من خلال ايه يا شباب؟ من خلال الرسومات، من خلال الرسومات اللي هو في بداية المشروع عندي رسومات. رسمت المسقط الأفقي تمام، عبارة عن حوائط وشبابيك. عندي المسقط الأفقي هستفاد منه في أطوال الحوائط، عندي طول عرض الفراغ، عندي تمام طول الشباك، سمك الشباك. يبقى أنا هستفاد من المسقط الأفقي ده أطوال، وسمك الحيطه او سمك الشباك اللي هو عرض الحيطه او عرض الشباك. طب اجيب الارتفاعات منين؟ اجيب الارتفاعات من القطاع الراسي اللي هو ارتفاع الجلسه اللي هي جزء المباني اللي تحت الشباك. يبقى جلسه الشباك تمام، اجيب ارتفاعها منين؟ من القطاع الراسي. اجيب ارتفاع الشباك من القطاع الراسي، في فوق الشباك بيبقى جزء عتب معمول من الخرسانه، يبقى اجيب الارتفاعات هجيبها من القطاع الايه؟ من القطاع الراسي. طيب عايز بقى اجيب الواجهه، ممكن يكون في مقاس مش ظاهر عندي في القطاع الراسي، يبقى انا هبص كده في الواجهه مكمله وهشوف الشكل من بره. عايز اشوف شكل الواجهه بتاعتي، الواجهه الاماميه او الواجهه الجانبيه او الواجهه الخلفيه او الواجهه الشرقيه او الغربيه. يبقى انا اللي عن طريق الواجهات ديت ببص على شكل المشروع من بره، وعن طريقها احسب برضو مناسيب ارتفاعات الايه؟ ارتفاع عندي الارتفاع بيبدا من وش الارض بيبقى منسوب زائد او ناقص صفر،
زاد او ناقص صفر. زاد او ناقص صفر، يعني انا ولا نزلت تحت الارض بالسالب ولا طلعت فوق الارض ايه بالموجب. طيب انا طلعت مثلا منسوب درجتين، ارتفاع الدرجه 15 سنتي، يبقى ارتفاع الدرجتين كام؟ 30. يبقى انا هقول زائد منسوب زائد 30، يبقى عن طريق الوجات ممكن اجيب الايه؟ اجيب احسب اللي هو ايه؟ مناسيب الواجهه بتاعتي او مناسيب المشروع بتاعي. ارتفاع بلاط السقف من وش الارض لغايه بلاط السقف ارتفاعها ايه؟ زائد مثلا 3 متر 40 او 2 متر و80، يبقى ده الارتفاعات او المناسيب بتاعتي من على الواجهات. طيب يبقى نرجع تاني ونقول ايه؟ يبقى الكميه المقايسه، الكميه دي اللي بيتم عمل العمليات الحسابيه زي ما قلت، جمع وضرب وقسمه، تمام، وطرح كل العمليات ديت، تمام، من خلال ايه؟ من خلال اللوح او الرسومات اللي هي اتعملت. طب في عندي بقى النوع التاني اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو عباره عن ايه؟ المقايسه الكميه الختاميه. المقايسه الكميه الختاميه ديت عباره عن ايه يا شباب؟ عبارة عن اللي تم تنفيذه بالفعل في الموقع، تمام؟ يعني ايه الكلام دوت؟ هل اللي هو في الموقع غير اللي في اللوح؟ ممكن واحنا شغالين مثلا المالك حب ان هو يغير في الستايل او في الشكل او في التصميم، تمام؟ حب مثلا ان هو يحرك حيطه، يشيل حيطه، يفتح مثلا الريسبشن مثلا على الصالون او على كل الكلام دوت، تبقى ايه الدنيا مثلا واسعه، فحب ان هو يحرك حته. طب ما الحته دي كانت محسوبه في المقايسه الايه؟ في المقايسه الكميه. طب هيجي بعد دلوقتي يقول لك ايه يا باشمهندس؟ احنا شلنا الحته ديت، يبقى في المقايسه النهائيه بعد ما عملت المشروع ونفذته باجي يا باشمهندس اروح اعمل مقايسه ايه؟ ختاميه. المقايسه الختاميه اللي هي اللي احنا بنقول عليها تمت عن طريق الموقع او ما الاعمال اللي تم تنفيذها من خلال الايه؟ الواقع، تمام؟ بنجيب المهندس القياس ويرفع المقاسات ديت من خلال الواقع ويسجل الارقام اللي هو الابعاد طول عرض ارتفاع، تمام، ويسجله في جدول الكميات ويبدا يعمل عمليات حسابيه من اول وجديد. يبقى انا عندي المقايسه الكميه، في عندي مقايسه كميه، وفي عندي مقايسه تسمينيه. المقايسه الكميه هتنقسم لنوعين اللي احنا اتكلمنا عليهم، مقايسه كميه ابتدائيه ومقايسه كميه ايه؟ ختاميه. طيب نيجي للنوع الثاني اللي هو المقايسه الايه؟ المقايسه التسمينيه. بعد ما خلصت وحسبت الكميات اللي موجوده، تمام، من خلال المقايسه الكميه الابتدائيه، عايز اعرف الاسعار وعايز اعرف الخامات. هل مثلا اجيب مثلا 5 عربيات طوب ولا 6 ولا اجيب قد ايه عربيات الطوب؟ طيب الردم دوت اللي انا هشيله وبعد كده اجي اردم برمل نظيفه تكلفني، كل الكلام دوت حضرتك بتحسب كميات خامات وتسمين، بتعرف الاسعار قد ايه. تعال نشوف مع بعض كده الكلام اللي احنا قلناه. تنقسم اعمال المقايسات الى نوعين. اول نوع المقايسه الكميه، اتنين المقايسه التسمينيه. المقايسه الكميه عباره عن او تنقسم الى نوعين برضو اللي احنا قلنا عليهم، المقايسه الكميه الابتدائيه. النوع الثاني المقايسه الكميه الختاميه. طب لو جه وراح قال لي عرف المقايسه الكميه الابتدائيه او ما المقصود بالمقايسه الكميه الختاميه، تعال نشوف مع بعض كده تعريف كل نوع منها. يبقى المقايسه الكميه الابتدائيه هي المقايسه التي يتم فيها حصر كميات الاعمال المطلوب تنفيذها، مثل ايه؟ حفر خرسانة عادية، خرسانة مسلحة، مباني، تشطيبات، طبقة عازلة، نجارة، بياض، بلاط، كل الكلام دوت بنود الايه؟ الاعمال اللي تم تنفيذها في الموقع. ومنها يمكن تحديد كمية الخامات اللازمة. تعال بقى نشوف الحتة دي. ومنها يمكن تحديد كميات الخامات اللازمة للمشروع. هنحتاجها في ايه؟ الجزئية ديت هنحتاجها فين؟ ايوه، هنحتاجها بعد كده في المرحلة الثانية اللي هو التسمين. ومنها يمكن تحديد كمية الخامات اللازمة للمشروع أو البند المراد تنفيذه. يبقى كل بند من البنود ديت هعرف كمياته قد إيه، وعن طريقه أحسب بقى الخامات والإيه والتكاليف بتاعتها. طب تعالى نشوف الجزء الثاني من التعريفات بتاعتنا، المقايسة الكمية الختامية. النوع الثاني من المقايسة أهو، مقايسة إيه؟ مقايسة كمية. قلنا أول حاجة تنقسم المقايسة الكمية لمقايسة كمية ابتدائية. النوع التاني أهو
المقايسه الكميه الايه؟ الختاميه. عباره عن ايه المقايسه الكميه الختاميه؟ هي المقايسه التي يتم فيها حصر الكميات التي تم تنفيذها فعلا من موقع الايه؟ العمل. يبقى انا بعمل حصر للكميات لبنود الاعمال، كل بند تم تنفيذه من الايه؟ من الواقع، من موقع العمل ذات نفسه، مش من خلال الايه؟ الرسومات. طب تعال نشوف الجزء الثالث، المقايسة التسمينية. المقايسة الايه؟ التسمينية. المقايسة التسمينية وقلنا عليها هي المقايسة التي تحدد مقدار تكاليف عملية انشاء المشروع بناء على الكميات التي تم حصرها في المقايسة الكمية. يبقى هي عملية مترتبة على بعضها، تمام؟ ما فيش خطوة تبدأ ايه؟ تسبق خطوة، تمام؟ يبقى انا بعمل رسومات، الرسومات ديت بحولها لكميات. الكميات ديت يا باشمهندس في عندي نوعين منها، اول مرحله اللي هي مرحله ايه؟ الحساب كميات ابتدائيه. حساب كميات ايه؟ ابتدائيه. حسبت كميه كل بند من البنود ديت من خلال الرسومات، احولها لخامات واحولها لاسعار لفلوس اتمان. طيب جيت ورحت عرفت للمالك المشروع بتاعك هيتكلف بند الحفر مثلا ايه؟ 10,000 جنيه او مثلا ايه؟ 20,000 جنيه. هنيجي مثلا بند الخرسانه هيتكلف مثلا اللي ايه؟ ال 50,000 جنيه او ال 100,000 جنيه او ال 200، هكلمه هعرفه. يبقى هنجمع بند الحفر تكلفته، بند الخرسانه تكلفته، بند الخرسانه المسلحه تكلفته، بند المباني، اجمع يبقى يديني توتال اللي هو مجموع تنفيذ المشروع، تمام؟ ده من خلال ايه يا باشمهندسي؟ من خلال بعد ما عملت المقايسه الايه؟ الكميه. بعد ما نفذت المشروع وطلعت بيه وشطبته تمام، هيجي الراجل بعد كل بند بيتعمل بيعمل مقايسه ايه؟ بيعمل مقايسه كميه الختاميه، تمام؟ من خلال الايه؟ الواقع اللي هو من خلال الموقع. طب تعالى بقى نشوف مع بعض كده، احنا اتكلمنا في البدايه قلنا ايه؟ هنتكلم على ثلاث عناصر. الكميات، ايه هي الكميه؟ وقلنا عباره عن عمليات حسابيه، تمام؟ وبعد كده قلنا المقايسات عباره عن ايه وقسمناها. نيجي بعد كده للتمارين اللي هي تمارين التسمين. تعال نتكلم بقى ايه على تمارين التسمين اللي بتجينا ولازم تجينا في الامتحان وقبل الامتحان. المسائل ديت مهمه، لو ما نفعتكش في المدرسة هتنفعك في حياتك العملية او في حياتك، تمام، الخاصة. ممكن وانت مثلا عندك ايه؟ عايز تبني مثلا شقة، الشقة ديت يا باشمهندس عايز مثلا ايه؟ شقتك انت مثلا عايز تظبطها، بدل ما تجيب واحد يضحك عليك، لا، تبقى انت واقف وفاهم عشان الصنايعي دوت ممكن يضحك عليك ويسرقك. لا يا باشمهندس انا ممكن احسبها. تعال نشوف بقى ليه التمارين ديت بتتحسب ازاي وحضرتك هتعملها في الواقع ازاي. تعال مع بعض. الخامات اللازمة لتنفيذ متر مربع مباني. الخامات اللازمة لتنفيذ متر مربع مباني. تعالى يا أستاذ قبل ما نبدأ في المقايسة عرفك إن في طريقتين للقياس. إيه هما؟ في عندي طريقة المتر المربع وفي عندي طريقة المتر المكعب. يعني إيه متر مربع؟ يعني إيه متر مكعب؟ طبعًا حضرتك أنت عارف الكلام ده من سنة تانية، بس هنذكر بعض برضو كده عشان فترة الإيه؟ الأجازة كانت طويلة شوية، فهنفكر شبابنا، تمام؟ ونركز مع بعض. عندي المتر المربع عبارة عن حاجتين، أنا شايف الميم إيه مكتوب عليها أس 2، يعني حاجتين مضروبين في بعض، لا طول في عرض، لا طول في ارتفاع. يبقى المتر المربع حاجتين مضروبين في بعض، طول في عرض او طول في ايه؟ في ارتفاع. طب عندي المتر المكعب، عندي ميم اس 3، الميم اس 3 ديت معناها ثلاث حاجات مضروبين في بعض، طول في عرض في ارتفاع. طيب احنا النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض كده في حلقتنا، تمام؟ هنمسك الجزء الاولاني اللي هو بالمتر المربع. عشان انفذ متر واحد مباني محتاج قد ايه طوب؟ محتاج قد ايه اسمنت؟ محتاج قد ايه رمل؟ ما انا عشان انفذ المباني بتاعتي الخامات اللي انت هتحتاجها، هتحتاج طوب ورمل وايه؟ واسمنت. طب تعالى نشوف مع بعض كده احتياجات المتر الواحد بيحتاج قد ايه؟ مع بعض كده. اول حاجه الطوب 60 قالب. مقاس القالب
25 في 12 في 6. طيب سامع سامع طالب كدهوت بيسالني بيقول لي ال 60 جت منين يا استاذ؟ قلت له تعالى كدهوت لو انت جيت في اي حته من الحوائط وقست متر في الطول ومتر في الارتفاع، متر في الطول كده تمام ومتر في الارتفاع، مطرت متر في متر، 1 متر في 1 متر هيدي لك 1 متر ايه؟ 1 متر مربع. طيب المتر ده هي عشان اغطيه، عشان اغطيه هياخد كام قالب؟ هياخد 4 قوالب. الطول ده عشان اغطيه القالب زي ما اتفقنا كده كام؟ 25. يبقى 25 25 كم مره؟ 4 مرات 25 يغطي لي المتر. طب الارتفاع دوت يا باشمهندس، الارتفاع ده اللي هو ارتفاع القالب اللي هو 6 سم، 6 سم زائد 1 سم مونه يديني ارتفاع المدماك او الصف القالب، يديني الارتفاع كام؟ 7 سم. طب عشان اغطي الارتفاع ده اللي هو طوله كام؟ اللي ارتفاعه 1 متر، عايز كم مدماك؟ مدماك 2 3، اقسم المتر دوت يا باشمهندس على السبعه هيديني 14، 14 مدماك. اضرب بقى الطول في الارتفاع يا باشمهندس، 7 في 14 يديني كام؟ يديني 58 قالب، 58 قالب. طب انا وانا ماشي مثلا ايه من جنب الشغل بتاعك دوت اتعشمت مثلا في قالب او كسرت قالب، او مثلا ايه الشباب بيهزروا مع بعض راح كسر، او الراجل البنا وهو شغال اتكسر منه القالب، فاحنا بنقول تحت العجز والزياده بنخليهم 60 ايه؟ 60 قالب. عرفت جت منين 60 قالب؟ طب تعالى بقى نشوف مع بعض دوت، ده كده كان كميه الايه؟ الطوب. تعالى مع بعض ونشوف الرمل بيحتاج 3 من 100 متر مكعب رمل. يبقى الرمل كام؟ 3 من 100 متر مكعب ايه؟ رمل. ده احتياجات المتر الواحد ايه؟ مباني متقاسة بالمتر الايه؟ المربع. طب تعالى نشوف الاسمنت هنعمل فيها ايه؟ دي اساسي، قواعد اساسية هنحتاجها في المسائل بتاعتنا يا شباب. كمية الرمل اللي هي عبارة عن 3 من 100 هضربها في نسبة الاسمنت اللي هو مداني في التمرين. يبقى 3 من 100 في نسبة الأسمنت المعطى في التمرين. طب تعالى نشوف كده تمرين، لو جالي سؤال في الامتحان هنعمل إيه وإيه الخطوات اللي إحنا هنتبعها؟ حساب المصنعية. طب قبليها تمام نشوف الخطوة التانية، المصنعية. في عندي طريقتين للمصنعية يا شباب. في عندي طريقتين للمصنعية قبل ما نخش في التمرين كده هوت، الخطوات بتاعتي إيه؟ يبقى أول حاجة خامات، وعرفنا الطوب عشان انفذ متر واحد محتاج 60 طوبه، نسبه الاسمنت 3 من 100 متر مكعب رمل. وهتيجي تقول لي الرمل اقول لك الرمل بتتقاس بالمتر المكعب. طيب عايز تعرفها مثلا يا باشمهندس، امسك الصندوق العربيه وقيس الطول وعرض الصندوق بتاع العربيه وارتفاع الصندوق، اضرب الثلاثه ببعض، طول الصندوق في عرض الصندوق في ارتفاع الصندوق، يدي لك بالمتر الايه؟ خلي بالك ان انا قلت لك ايه؟ بالمتر المكعب. يبقى ثلاث حاجات مضروبين في بعض، طول الصندوق في عرض الصندوق في ارتفاع الصندوق، تمام؟ يبقى ديت الرمل بيتقاس بالمتر الايه؟ بالمتر المكعب. وخلي بالك الحاجات دي يا ريت وانت قاعد كده اهوت يا باشمهندس سجل الكلام دوت، زي ما كنا زمان بنبقى قاعدين قدام الحلقه او قدام الدرس بتاعي دوت تمام، الحلقه بتاعتي دي، وكنت بقعد اتعلم من المدرس اللي بيكلم قصادي في التلفزيون، وكنت بقعد اكتب الحاجات الملاحظات ديت واكتب المعلومات ديت تمام. وعندي الحلقه دي ان شاء الله بعد جوات هتنزل على القناة بتاعتنا، وتابع معايا ان شاء الله وشوف لو في اي تعليقات استفسارات حضرتك نزلها، نزل على الحلقة على اليوتيوب تمام، وهنتابع مع بعض ان شاء الله. بعد كده هو حساب المصنعية، ازاي بتحسب المصنعية؟ في عندي طريقتين لحساب المصنعية، بتتحسب بالمتر. اول حاجة بتتحسب ان الراجل جاي الصنايع هيشتغلها بالمتر، او بيحسبها بالايه؟ باليوميه، لو شغل صغير كده على الضيق بيحسبها بالايه؟ باليوميه، اللي هو بالبلدي كده بيسميها الطريحه. تمام؟ تعال نشوف مع بعض النوعين دولت هيتعمل فيهم ايه؟ حساب المصنعيه لو كانت بالمتر، كميه المباني المراد تنفيذها بتضربها في ايه؟ في مصنعيه المتر الواحد. كميه المباني المراد تنفيذها في مصنعيه المتر الايه؟ الواحد. طب لو المصنعيه باليوميه، خلي بالك بقى لازم تبقى حافظ القاعده ديت،
اتنين بنا، لو الشغل بتاعي بالايه باليوميه اللي حضرتك هتعمله لازم تبقى عارف اتنين بنا واتنين مساعدين ليه، تمام، بينفذوا في اليوم الواحد قد ايه؟ 40 متر مربع. 40 ايه؟ 40 متر مربع مباني، ده في اليوم اللي ايه؟ في اليوم الواحد، تمام؟ يبقى دي قاعدة أساسية، لو حضرتك هتشتغل باليومية، تمام؟ يبقى 2 بنا زائد 2 فاعل، تمام؟ هينفذوا لي 40 متر مربع في الايه؟ أيوه في اليوم الواحد. تعال نشوفها كده مع بعض. 2 بنا زائد 4 فاعل يقوم بتنفيذ 40 متر مربع مباني فوق سطح الايه؟ فوق سطح الارض. يبقى انا عندي طريقه من الاثنين هتجيلي في الامتحان او في السؤال بتاعي، حساب طريقه حساب المصنعيه، لا تيجي حساب المصنعيه بالمتر زي ما انا شايف كده في الخطوه الاولى كميه. يبقى انت حضرتك هتعمل ايه لو جات لك بالمتر؟ هتقول له كميه المباني المراد تنفيذها، حضرتك هتروح ضاربها في ايه؟ في مصنعيه المتر الواحد. مصنعيه المتر الواحد 100 جنيه 200 جنيه 500 جنيه على حسب كميه المباني اللي هيتم تنفيذها، تمام؟ مثلا 50 متر 2000 متر 5000 متر هتضربها في مصنعيه الايه؟ المتر الواحد. طيب القاعده الثانيه، لو كانت المصنعيه باليوميه يبقى حضرتك حافظ القاعده دي وعارفها. قاعدة ثابتة، 2 بنا زائد 4 فاعل بينفذوا 40 متر مربع مباني فوق سطح الايه؟ فوق سطح الارض. طب تعال نشوف بعد كده تمرين، بيجي لي ازاي التمرين؟ احسب الخامات والتكاليف اللازمة لبناء 50 متر مربع مباني. جايب لي الميم وفوق الميم هنا على جنب كده ايه؟ اس 2، يبقى ديت متقاسه بالايه؟ بالمتر المربع. يعني مش شرط ان هو يجيبها لي مكتوبه زي ما انا شايفها كده ايه؟ مكتوبه متر مربع، لا يا باشمهندس، ممكن ايه؟ يروح جايبها لي 50 ميم اس ايه؟ 2، يبقى 50 متر مربع مباني من الطوب الرملي مقاس 25 في 12 في 6 بمونه الاسمنت والرمل بنسبة 300 كيلو جرام أسمنت لكل متر مكعب رمل، علما بأن ثمن الألف طوبة 210 جنيه. دي أسعار افتراضية، بس أنا أهم حاجة الهدف منها إيه؟ إن أنا أبين لك المسألة بتتحل إزاي أو التمرين بيتحل إزاي. يبقى ثمن الألف طوبة 210 جنيه، ثمن طن الأسمنت 300 جنيه، ثمن المتر مكعب رمل 120 جنيه، ومصنعية المتر الواحد 200 جنيه، ونسبة استهلاك العدة والأرباح 10%. طب تعال نشوف كده احنا هنعمل ايه في كراسة الإجابة. أول حاجة حضرتك بإيه؟ بتروح جاي مسطر الكراسة بتاعتك، وبتروح واخد الجنب الشمال كده، بتروح عامل هامش زي اللي أنا عامله كده، وبتروح كاتب عشان ما نقعدش بقى ايه كل شوية نبص على ورقة الأسئلة. لا حضرتك بتروح قايل ايه؟ الكمية المراد تنفيذها قد ايه؟ 50 متر مربع، حضرتك كاتبها في الهامش اهو في مسودة صغيرة كده في الكراسة، تمام؟ بعد كده نسبة الأسمنت 300 كيلو جرام، نسبة الأسمنت في التمرين قد ايه؟ 300 كيلو جرام. طيب ثمن الألف طوبة 210 جنيه، طيب ثمن طن الأسمنت 300 جنيه، يبقى احنا كده خدنا ثمن الألف طوبة 210، ثمن طن الأسمنت 300 جنيه، عندي ثمن المتر مكعب رمل 120 جنيه، مصنعية المتر الواحد كام؟ 200 جنيه، نسبة استهلاك العدة والأرباح اللي هي حساب المقاول، المقاول اللي هيجي يقعد ويتابع الشغل بتاعه، متفق ان الشغل ده هقعد اتابعه لك واجيب لك العمال واجيب لك عده، والعده ديت ممكن تبوظ او تضيع او تتكسر مثلا، تمام؟ او صيانه العده تعبي مقابل ان انا قاعد وهضيع وقت، نسبته قد ايه؟ 10%. يبقى عرفنا الحاجات اللي حضرتك او البيانات اللي حضرتك هتحطها في الهامش، الكميه المراد تنفيذها، نسبه الاسمنت، نسبة الأسمنت في التمرين أهي 300 كيلو جرام هنحتاجها، ثمن الألف طوبة، ثمن طن الأسمنت، ثمن المتر مكعب رم، مصنعية المتر الواحد وجايبها لي بالإيه؟ خلي بالك المصنعية جايبها لي بالإيه؟ بالمتر.
نسبه استهلاك العده كام في الميه؟ 10%. طب تعالى نشوف الايه الحل، هنحلها ازاي ونجاوبها ازاي. اول خطوه الثوابت بقى اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى اول خطوه في المثال على طول حساب الخامات والتكاليف اللازمه لبناء 50 متر مربع مباني. يبقى اول خطوه انا بحسب له ايه؟ حساب خامات وتكاليف الاثنين مع بعض. طب تعالى بقى اول خطوه، ايوه القاعده الاساسيه اللي انا اتكلمت عليها في الاول ايه؟ احتياجات المتر، المتر الواحد محتاج قد ايه يا شباب؟ محتاج 60 طوبه او 60 قالب، 3 من 100 متر مكعب رمل. الاسمنت بيتحسب ازاي؟ كمية الرمل اللي هي ثابتة على طول 3 من 100 هضربها في نسبة الاسمنت المعطفل ايه؟ في التمرين. اللي هو مدهاني وكاتبها انا في الهامش اهو قبل المسودة على جنبه 300 كيلو جرام. طيب تعالى نشوف الرصة بتاعتي، اول حاجة هقول ايه؟ الطوب. الطوب بيساوي 50، ال 50 دي جت منين؟ كمية الأعمال المراد تنفيذها أو كمية المباني المراد تنفيذها، أهو كمية المباني المراد تنفيذها، يبقى ال 50 في، هو أنا هعمل متر واحد يا أستاذ؟ لا أنا مش هعمل متر واحد، ده أنا هعمل 60 متر، إيه؟ هعمل 50 متر. طب والمتر الواحد احتياجاته قد إيه؟ 60 قالب، يبقى ال 50 في 60 وأقسم على 1000، الطوب بيتباع بال 1000، يبقى أنا هروح ضارب كمية الإيه؟ كمية الأعمال المراد تنفيذها أو كمية المباني المراد تنفيذها اللي هي كام؟ 50. طب افتراضا جابها لي مثلا 60، جابها لي مثلا 100، جابها لي 200، جابها لي إيه؟ جابها لي 300، أو حضرتك حبيت تحل مثلا تمارين وتدرب إيدك، يبقى حضرتك هتغير ال 50 ديت وتشوف كمية المباني اللي موجودة عندك قد إيه؟ قال لي مثلا إيه؟ قال لي 100، يبقى أنا هشيل ال 50 وأحط مكانها 100، قال لي مثلا 200، يبقى أنا هشيل ال 50 دي وأحط مكانها إيه؟ 200، يبقى ال 200 في كمية المتر الواحد اللي هي كام؟ 60، وأقسمها على 1000 بتساوي 3000 طوبة، 3000 إيه؟ 3000 طوبة. طب قال طيب كمية المباني اللازمة، كمية المباني اللازمة اللي هي ال 50 متر ديت عشان أنفذ ال 50 محتاج كام طوبة؟ محتاج 3000 طوبة. طيب سعر ال 1000 كام؟ أبص كده في الهامش على جنب كده، قال لي ثمن ال 1000 طوبة كام؟ 210، يبقى أنا أضرب ال 3000 ماشي في 210 إداني كام؟ 630 جنيه. 630 إيه؟ طب الفلوس دي قليلة كده اهوت، وانا لابس الايه؟ ولابس القميص والبنطلون، اروح حاطط الايه؟ الفلوس دي في جيب القميص عشان ما يتلخبطوش ايه على بعض، تمام؟ يبقى ال 630 دولت محطوطين في الجيب الصغير. تعال نشوف بعد كده الرمل. الرمل ده يا باشمهندس بيساوي الكمية، نفس الكمية اهي ال 50. ال 50 دي جت منين يا استاذ؟ اللي هي كمية الخامات أو كمية المباني المراد تنفيذها، يبقى 50 في كام؟ أدي 3 من 100 اللي هي النوتة اللي أنا حاططها لك على جنب أهو، يبقى ليه؟ المتر الواحد بيحتاج قد إيه رمل؟ 3 من 100. طب هو أنا هعمل 3 من 100 متر واحد؟ لا يا باشمهندس، أنا هعمل 50 متر، يبقى ال 50 في 3 من 100 بيساوي متر ونص رمل. يبقى أنا عايز إيه؟ عشان انفذ ال 50 ديت محتاج متر ونص رمل. طب المتر ونص الرمل ديت المتر بتاعها اجي على جنب دوت اشوف ثمن الرمل قد ايه؟ المتر مكعب رمل قال لي هنا في الهامش اهو 120 جنيه، اخد ال 120 اروح حاططها هنا ضرب، يبقى الواحد ونص في 120 بيساوي 180 جنيه. عرفنا يا باشمهندسين الخطوات بتاعتنا؟ عرفنا الخطوات، يبقى طوب رمل، فاضل لي ايه؟ ايوه ايه اللي هيمسك الطوب بالرمل؟ الاسمنت يا باشمهندس، الاسمنت عندي الكميه المراد تنفيذها قد ايه؟ 50. ال 50 في 9 على ال 1000، ايوه سامع واحد بيقول لي التسعه دي جت منين يا استاذ؟ هقول له التسعه ديت مش انا قايل لك هنا الاسمنت بيساوي كميه الرمل، كميه الرمل اللي هي 3 من 100 في نسبه الاسمنت المعطاه في التمرين. يعني ايه الكلام ده؟ اهو على جنب اهو بقول لك ايه؟ ال 3 من 100 اللي هي جت منين؟ اللي هي نسبة الرمل بتاعتي اللي موجودة في التمرين اللي أنا بشتغل. احتياجات المتر الواحد مباني بيحتاج قد إيه رمل؟ بيحتاج 3 من 100، أضربها في نسبة الأسمنت اللي مداني في التمرين، نسبة الأسمنت قد إيه؟ 300 كيلو جرام أسمنت. أو حضرتك مثلا في الواقع أنت هتخلي الراجل البنا يحط لك اسمنت لكل متر مكعب رمل، هيحط قد ايه اسمنت؟ هيحط مثلا 300 كيلو جرام.
ال 300 دولت يعملوا كم سكر يا باشمهندس؟ يعملوا لي 6 شكاير. ليه يا باشمهندس؟ لان كل شكاره من دول الشكاره 50 كيلو، الشكاره 50 ايه؟ 50 كيلو. يبقى انا عندي ال 300 هتحط على كل متر مكعب رمل هتحط 6 شكاير. طب تعال نشوف يا باشمهندس كده، يبقى ال 3 من 100 في 300 بيساوي 9 كيلو جرام اسمنت. طب هو الاسمنت يا استاذ بيتباع بالكيلو؟ بيتوزن؟ تمام؟ لا ما بيتوزنش، بيتباع بالايه؟ بيتباع بالطن. يبقى انا يا باشمهندس اضرب ال 50 اللي هي كميه الاعمال المراد تنفيذها مباني اللي هي ال 50 واروح ضاربها في التسعه، التسعه دي جت منين؟ اللي هي 9 كيلو جرام، ضربت نسبه الاسمنت في التمرين ضربتها في 300 اداني 9 كيلو جرام. طيب هو الاسمنت ما بيتباعش بالكيلو، بيتباع بالايه؟ بالطن. يبقى انا هقسم على 1000 عشان احول من الكيلو جرام لمين؟ للطن. يبقى بيساوي 45 من 100 طن اسمنت. طن ايه؟ اسمنت. يبقى انا عايز 45 من 100 طن اسمنت عشان انفذ مباني قد ايه؟ 50 متر مربع. طيب ال 45 اضربها في سعر الطن اسمنت، ابص كده على جنب في الهامش اهو سعر الطن، ابص اهو ايوه ثمن طن الاسمنت 300 ايه؟ 300 كيلو جرام. اروح واخد ال 300 ديت، في شباب بيتلخبط وياخد نسبة الاسمنت في التمرين بدل ما بياخد ايه؟ ثمن طن الاسمنت. لا نركز، نركز ما بين نسبة الاسمنت وما بين ثمن الاسمنت. ثمن الاسمنت هنا كام؟ 300. يبقى 45 من 100 طن اسمنت اروح ضاربها في 300 هيديني كام يا باشمهندس؟ 135 جنيه اروح حاططهم في جيب البنطلون اللي على ايد الايه؟ اليمين، والحساب الرمل اروح حاططها في جيب الايه؟ البنطلون اللي هو على ايد الشمال عشان الفلوس ما ايه؟ ما تختلطش ببعضيها. تمام؟ يبقى انا عايز اعرف كميه الفلوس اللي معايا في جيوبي ديت قد ايه؟ يبقى انا هروح قايل له اجمالي ثمن الخامات اروح جامع بقى 630 زائد ال 180 زائد ال 135 هيديني كام؟ هيديني 945 جنيه. يبقى كل اللي في جيوبي كام؟ 945 جنيه. ده ثمن الخامات اللي هتكلفني تمام عشان ابني 50 متر مربع ايه؟ مباني. طيب انا جبت الخامات وحطيتها قدام باب البيت تمام او قدام الموقع بتاعي. طب مين اللي هيعمل الكلام ده؟ مين اللي هينفذ الكلام ده؟ مين اللي هيربط لي قوالب الطوب بالطريقه الصحيحه؟ تمام الصنايعيه. يبقى انا الخطوه الثانيه اروح حاسب ايه؟ حساب ايه؟ حساب المصنعيه. يبقى اول خطوه ثابته من الثوابت، اول حاجه بحسب ايه؟ حساب الخامات والتكاليف. حساب الخامات والايه؟ رقم واحد حساب الخامات والايه؟ والتكاليف. بعد ما خلصتها وطلعت الناتج بتاعها تمام اروح داخل على الخطوه اللي بعديها اللي هو رقم ايه؟ رقم اتنين اللي هي بتقول ايه؟ تعال نشوف مع بعض كده. رقم اتنين اجمالي، طبعا انا قلبت الصفحه عشان ما اقعدش بقى اروح مثلا اشوف اخر حاجه انا وصلت لها ايه وكده هوت تمام، لا اشوف اخر حاجه في الصفحه السابقه واروح كاتبها. اجمالي ثمن الخامات كان كام في الصفحه اللي قبليها؟ 945 جنيه. طب حلو، مصنعيه المتر الواحد كان مدهاني قد ايه في المساله؟ قال لي مصنعيه المتر الواحد ب 200 جنيه تمام. نسبة استهلاك العدة والأرباح كام في المية؟ 10%. بفكرك برضو عشان إيه؟ ما نقعدش نرجع لورقة الأسئلة تاني. يبقى الخطوة رقم اتنين حساب أجور العمال اللي هي ما بين قوسين إيه؟ المصنعية. طب هتتحسب إزاي؟ إحنا كنا قايلين في الإيه؟ في بداية حلقتنا إن عندي طريقتين لحساب المصنعية. المصنعية تتحسب بالمتر أو تتحسب باليومية. لو الشغل صغير كده هوت وضيق كده تمام، الراجل الصناعي ده هيجي يقول لك مثلا لا أنا هحسبها باليومية. لا يا باشمهندس عندي بقى بالمتر، هتتحسب ازاي؟ ايوه هنركز نبص في السؤال. كان قايل لي هو مصنعيه، بص اللفظ اهو عشان ايه ناخد بالنا، قال لي هو مصنعيه المتر الواحد كام؟ المتر الواحد ب 200 جنيه. طب هو انا هعمل متر واحد؟ لا ده انا هعمل 50 متر. يبقى 200 200 200 كم مره ميل؟ كم مره 200؟ 50 مره. يبقى انا هقول له يا باشمهندس تعالى مع بعض كده، هقول بما ان مصنعيه المتر الواحد 200 جنيه يبقى اذا مصنعيه ال 50 متر مربع بتساوي 50 في 200 بتساوي ايه؟
10,000 جنيه. ده حساب مين؟ حساب المصنعيه، انا الصنايعيه وانا ارتضيت بكده. طيب يبقى انا من المفروض عشان اوصل للخطوه دي يا باشمهندس كان معايا في الثلاث جيوب كام؟ 945 جنيه بتوع ايه؟ بتوع الخامات. طيب لما نيجي بقى للصنايعيه يبقى انا عايز في الجيب دوت كام يا باشمهندس؟ 10,000 جنيه. يبقى انا كدوت من المفروض مجموع الخطوتين دولت هنسميهم ايه؟ اول خطوه كانت خامات، والخطوه الثانيه ايه؟ اجور العمال اللي هم المصنعيه. يبقى هنقول له اجمالي ثمن الخامات والمصنعيه كام؟ 945 جنيه، اللي هو ايه؟ شلت كلمه الخامات وحطيت الاجمالي بتاعها كام؟ 945. طيب شلت كلمة المصنعية وحطيت الايه؟ الاجمالي بتاعها كام؟ طلع 10,000. اجمع ال 10,000 زائد ال 945 هيديني كام يا شباب؟ ايوه برافو عليك، 10,900 كام؟ 45. يبقى انا كده حسبت ايه؟ حسبت الخطوة الأولى الخامات، حسبت الخطوة الثانية المصنعية، تعال نشوف الخطوة الثالثة اللي هي بتتكلم على ايه؟ على المقاول اللي هو الباشا اللي قاعد وبيجيب لي العمال وانا مستأمنه على المكان، هيتابع وحاطط رجلي على رجل وحق متابعته، والعدد اللي هو هيجيبها ومتابعته للناس متفق معايا ان هو ياخد كام؟ 10%. طب تعال نشوف ال 10% بتاعت المقاول ديت وارباحه والعده واستهلاك العده هتكلفني كام؟ مع بعض كده جبت لك الهامش الصغير عشان افكرك اهو، اجمالي في الصفحه السابقه اجمالي ثمن الخامات والمصنعيه كان كام؟ 10,945 جنيه. طيب عندي في الهامش نسبه استهلاك العده والارباح كام في الميه؟ 10%. رقم ثلاثة والخطوة الأخيرة في التمرين بتاعي أو في المسألة بتاعتي اللي هي بنسميها إيه؟ استهلاك العدة والأرباح. 10 في كام؟ 10 إيه؟ 10% هو اللي محددها لي. طب تعالى نشوف مع بعض كده هتتحل إزاي؟ 10% إيه؟ 10% من قيمة المبلغ اللي هو هيتنفذ اللي هو الخامات والصنايعية هياخد عليهم نسبة كام؟ 10%. يبقى إحنا هنقول إيه؟ الـ 10,945 أضربها في 10 وأقسمها على الـ 100 طلع لي كام يا باشمهندسين؟ طلع لي نصيب المقاول تمام؟ كام؟ أيوه 1094 وإيه؟ 1094 ونص، وهو قاعد كدهوت يا باشمهندس حق ليه مراجعته ومتابعته للناس هياخد باشا كدهوت كام؟ 1094 جنيه وايه ونص. الكلام ده مقابل ان هيتم تنفيذ ايه؟ 50 متر مربع مباني. طيب اخر خطوتين انا جمعتهم على بعض اللي هو الخامات والمصنعيه كانوا كام؟ 10,945. طيب والمقاول اللي هو العده والارباح 10% طلعت 1094 ونص، يبقى في عندي مبلغ فوق بتاع خطوتين والخطوه الثالثه لسه اهو ما اتجمعش. يبقى انا اقول له ايه؟ اجمالي ثمن المصنعيه ونسبه استهلاك العده وارباح المقاول اللازمه لعمل 50 متر مربع مباني، اقول له بقى نسبته قد ايه؟ ال 10,945 اللي هي بتاعت ايه؟ شلت كلمه الخامات والمصنعيه حطيت القيمه بتاعتها ايه؟ اجمالي ثمن الايه؟ المصنعيه والخامات، شلت كلمه ايه؟ شلت الكلمه وحطيت مكانها ايه؟ القيمه بتاعتها اللي هي كام؟ 10,945. طيب اشيل بعد جوه نسبه استهلاك العده والارباح للمقاول اللي هي كام؟ 1094 ونص. اشيل ليه كلمه نسبه استهلاك العده واحط مكانها ايه؟ 1094 ونص، اجمعهم على بعض اداني كام؟ ايوه برافو عليك، كام يا شباب؟ 12,039 وايه؟ 39 ونص. طيب ال 12,039 ونص ديت عشان انفذ قد ايه؟ انفذ 50 متر مربع مباني، انفذ خامات ونفذ مصنعيه ونفذ ايه؟ المقاول، الثلاث خطوات. يبقى اول خطوه تمام حساب بنحسبها ايه؟ حساب الايه؟ الخامات والتكاليف. طلع لي ناتج، ابدا في الخطوه اللي بعديها اللي هي حساب المصنعيه واحدد نوع المصنعيه هل هي بالمتر ولا باليوميه تمام؟ واشتغل هيطلع لي ناتج، اجمع الاثنين على بعض يبقى اجمالي الخامات والايه؟ اجمالي حساب الخامات والتكاليف تمام والمصنعيه، اجمعهم على بعض واركنهم على جنب، اخش في الخطوه اللي بعديها اللي هي ايه؟
نسبة أرباح المقاول، اللي نسبة أرباح المقاول واستهلاك الإيه؟ العدة، اللي هي 10%، 15%، 20%، حسب ما يحددها لي. تمام؟ آخد الناتج اللي أنا كنت راكنه على جنب دوت، وأروح ضربه في النسبة المئوية اللي هو جايبه، هو اللي هو جايبه لي في الإيه؟ في السؤال. تمام؟ وأروح مطلع نسبة الإيه؟ المقاول ده. اجمع الرقمين، الرقم ده اللي هو نسبه استهلاك العده مع مجموع الخطوتين اللي عدوا، تمام، واجمعهم، يبقى ده اجمالي التوتال، ده اجمالي حساب خامات ومصنعيه وايه ونسبه استهلاك العده والارباح. يبقى انا عشان انفذ 50 متر مربع عايز كام؟ 12039 جنيه وايه ونص. طب لو جه في الامتحان وقال لي عايزك تحسب لي سعر المتر الواحد، عايزك تحسب لي سعر المتر الواحد واقف عليك بايه؟ المتر الواحد ده هتحسبه لي خامات ومصنعيه ومقاول، حضرتك هتعمل ايه؟ ايوه، فكر كده معايا كده. ايوه، الناتج اللي طلع، ناتج اللي هو ال 12039 ونص ده، طلع الكميه لتنفيذ كميه ايه؟ 50 متر مربع. طب المتر هتعمل ايه؟ يبقى انا اقسم ال 12039 ونص دول، اقسمهم على كميه الايه؟ الاعمال المراد تنفيذها من المباني اللي هي ال 50، يطلع لي قيمه المتر الواحد واقف عليك بكام؟ عرفنا كده يا باشمهندسين؟ إذ لما يجي لي مساله تسميه بالمتر المربع وخطواتها، طب تعالى ننتقل لمساله ثانيه مع بعض ونشوف لو جالي المسألة دي بالمصنعية بالإيه؟ باليومية، هنعمل إيه؟ تعالى مع بعض كده، تمرين رقم 2، احسب الخامات والتكاليف اللازمة لبناء 200 متر مربع مباني من الطوب الرملي مقاس 25 × 12 × 6 بمونة الأسمنت والرمل بنسبة 350 كيلوغرام اسمنت. هلقط بقى الحاجات اللي انا ايه؟ اللي انا هحتاجها في الحل. يبقى نسبة الاسمنت هنا كام؟ 350 كيلوغرام اسمنت لكل متر مكعب رمل. يبقى انا هجيب كل متر مكعب رمل هتروح حاطط عليه 350 كيلوغرام ايه؟ اسمنت. علما بان ثمن الالف طوبة، علما بان ثمن الالف طوبة 300 جنيه. ثمن طن الاسمنت 920 جنيه. ثمن المتر مكعب رمل 90 جنيه، وأجرة البناء في اليوم الواحد 60 جنيه، والعامل 30 جنيه، نسبة استهلاك العدة وأرباح المقاول كام؟ 15%. طب تعالى نشوف كده يا باشمهندس، عملت المسودة بتاعتي الهامش بتاعي وكتبت الحاجات اللي البيانات اللي انا هحتاجها في حل المساله، اللي هي الكميه المراد تنفيذها، نسبه الاسمنت، ثمن الالف ايه؟ الالف طوبه، ثمن طن الاسمنت، ثمن المتر مكعب رمل اللي هو 90 جنيه، تمام؟ عندي مصنعيه البناء 60 جنيه والعامل 30 جنيه، عندي نسبه استهلاك العده والارباح 15%. هنقول له ايه؟ اول خطوه حساب الخامات والتكاليف اللازمه لتنفيذ 200 متر مربع مباني. ايوه، هنحط الايه؟ الداتا بتاعتنا الاساسيه، المتر الواحد بيحتاج قالب 3% مكعب رمل، الاسمنت اللي هو ايه بيتحسب ازاي؟ كميه الرمل 3% في نسبه الاسمنت المعطاه في الايه؟ في التمرين، حفظنا خلاص. هنيجي بعد كده ايه؟ الطوب، شلت ال 50 اللي كانت في المساله اللي فاتت، تمام؟ وحطيت مكانها ايه؟ 200. يبقى ال 200 في 60 على 1000 بيساوي 12000 طوبه، هتروح ضاربها في ايه؟ ايوه، ضربها في 300 جنيه. يبقى انا عايز عشان انفذ 200 متر مربع مباني محتاج قد ايه طوب؟ 1000 طوبه، 12000 طوبه، ال 1000 طوبه ب 300 جنيه، يبقى حضرتك عايز كام؟ 3600 جنيه عشان حضرتك تنفذ ايه؟ تجيب الطوب. طب الرمل، يبقى 200 في 3% زي هي الخطوات، يبقى بيساوي متر مكعب رمل اضربها في سعر الرمل 90 جنيه بيساوي كام؟ 540 جنيه. عندي الاسمنت 200 في 10.5، ال 10.5 دي جت منين؟ ايوه، اللي احنا قلنا عليه الاسمنت كميه الرمل 3% هتضرب في نسبه الاسمنت المعطاه في التمرين ايه؟ 3%، هضربها في 350 بيساوي 10.5 كيلو. طب لا يا باشمهندس،
انا احولها من الكيلو للطن يبقى انا قسمت على 1000، هيطلع 2 طن وواحد ايه؟ 1 من 10 طن اسمنت، اضربه في سعر الطن الواحد 920 جنيه، يبقى الثلاث جيوب معايا اللي في ايه؟ اللي انا حاطط فيهم الفلوس اجمعهم على بعض كده 3600 زائد 540 زائد 920، يبقى انا حضرتك عايز كام يا باشمهندس؟ ايوه المبلغ ده، يبقى هو ده الاجمالي تمام؟ 1932 كم؟ ايوه 3600 و540 زائد ايه؟ زائد ال 1932 يبقى اجمالي كام؟ 6000 المصنعيه. اجمالي ثمن الخامات حسبناها ال 673 حساب اجور العمال اللي هي المصنعيه زي ما قلنا، بما ان مصنعيه المتر الواحد 2 بنا في 60 جنيه بيساوي 120 جنيه، 4 فاعل في 30 جنيه بيساوي 120 ايه؟ 120 جنيه، يبقى اجمالي اليوم الواحد كام؟ 240 جنيه، يبقى ال 120 زائد 120 بيساوي ايه؟ 240. طيب هؤلاء الصناعيه يمكنهم بناء 40 متر مسطح في اليوم الواحد، يبقى تنفيذ 200 متر مربع يحتاج لايه؟ 200 على ال 40 هيحتاجوا 5 ايام. الخمس ايام دي اليوم الواحد واقف بكام؟ ب 240، يبقى ال 240 في 5 ايام هيطلع بكام يا باشمهندس؟ يبقى مصنعيه 5 ايام بتساوي 240 في 5 ايام بتساوي 1200 جنيه. تمام كده؟ يبقى اجمالي ثمن الخامات والمصنعيه يساوي 6072 زائد 1200 بيساوي ايه؟ 7272. طب عايز تفكر مع بعضيها كده الخطوه الثالثه اللي هي بتاع ايه؟ ايوه نسبه استهلاك العده والايه؟ والارباح. هتحسبها ازاي؟ تمام؟ ونرد مع بعضينا كده. اول حاجه نسبه استهلاك العده والارباح كام؟ 15%، يبقى ال 15% اجمالي ثمن الخامات والمصنعيه 7272 ضربتها في 15 وقسمتها على 100 طلع بكام؟ ايوه 1090 جنيه و80 قرش. تمام؟ طيب يبقى اجمالي ثمن المصنعيه ونسبه استهلاك العده والارباح للباول اللازمه لتنفيذ قد ايه؟ 200 متر مربع مباني، يبقى انا هضرب ايه؟ هجمع 7272 زائد ال 1000 تمام؟ ال 1090 و8 من 10 بيساوي ايوه 8362 و8 من 10، ده اجمالي ايه؟ اجمالي تنفيذ 200 متر مربع مباني. عرفنا كده النهارده وخدنا في حلقتنا النهارده الحساب الخامات بتاعتي لما تكون متقاسه بالايه؟ بالمتر المربع. عايز الشباب تقعد تراجع كده وتشوف المساله وتغير الارقام وتنزل لي الايه؟ التمارين ديت على الحلقه، وهنتواصل مع بعض ان شاء الله ونصحح الاخطاء بتاعتنا عشان ناخد ال 15 درجه للمساله دي. ونلتقي ان شاء الله في حلقه قادمه والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.